تحية خالصة لكل المشاهدين الكرام، تحية خاصة لكل الضمائر الحية الغيورة على سائقي سيارات الأجرة بربوع المملكة. باسم المكاتب التالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المكتب الوطني، المكتب الجهوي للجهتين فاس مكناس والجهة الشرقية، المكتب المحلي النقابي لسيارات الأجرة بتازة، نسائل السيد وزير الداخلية، هل عمالتكم عمالة إقليم تازة تابعة للداخلية أم تابعة لوزارة العدل؟ فنحن ندين وبشدة ما قامت به عمالتكم تازة من تظلم سافر وجائر ضد أخينا السائق المهني، وذلك بتوقيف استغلاله من المأدونية رقم 69 وتوقيف سيارته التي تعتبر المصدر الوحيد لرزقه ورزق أبنائه، حيث أنه عمل بها لمدة 20 سنة، كل ريعان شبابه قضاها بها، والآن تفاجأ بهذا التوقيف المفاجئ، توقيف لا قانوني من طرف إدارتكم عمالة إقليم تازة، هذه الإدارة أو العمالة التي كانت بها دوريات وكان عليهم أن ينفذوها أن ينفذوا هذه الدوريات الوزارية 107 والدورية 21 والدورية 61 التي تحث عمال وولاة المملكة على تغيير وتجديد العقود العرفية بالعقد النموذجي، وضرورية استغلال المهني لرخص السيارات الأجرة. فهذا التوقيف هو توقيف لا مسؤول، فكان على التوقيف أن يأتي من وزارة العدل، والحقيقة أن النطق بالحكم بين المستغل وصاحب المأدونية هو أتى كالشكل التالي: على استرجاع الرخصة فقط، والرخصة ليس هو الأصل في اشتغال سيارة الأجرة. فنحن كنقابة وطنية على المستوى الوطني أتحدى الصنف الثاني من سيارات الأجرة، الأغلبية القصوى لا تتوفر على المأدونية الأصلية في الاشتغال عند السيارة، ونحن سابقا طلبنا أن تكون الرخصة الأصلية ضمن الأوراق اللازمة والأساسية لاستمرارية تشغيل سيارات الأجرة، لكن دون جدوى. ولهذا إن هذا التوقيف اللا قانوني فمنطوق الحكم أتى على استرجاع الرخصة فقط وليس التوقيف، وإنما التوقيف جاء من عمالتكم عمالة إقليم تازة التي أظن أن يوما ستمتلكها وزارة العدل ما دامت لا تخضع لوزارتكم ولدوريتكم. ولهذا فإني أحمل كامل المسؤولية للقسم الاقتصادي بالعمالة وللجنة المكلفة لفض النزاعات من هذه الخروقات وهذه التعسفات اللاقانونية على المهنيين مخالفين بها الدوريات الوزارية السابقة الذكر. ولذلك فإني أحمل المسؤولية وسيقع ما لا يحمد عقباه بين المهنيين في مدينة تازة، ولأجله فإني أطالب السيد العامل الإقليم على أن يعيد النظرة في هذه القضية وتعاد اللجنة دراستها، لأن هذا السائق مهني، فأغلبية القضايا التي تتم فيها عملية السحبياته تكون على أن السائق على أن المستغل غير مهني، ونحن كمهنيين وكنقابة نريد أن تكون المهنية للجميع على أن تسحب هذه الرخص من المستغلين الغير المهنيين. ولذلك فنحن نشاطر الرأي في سحب الاستغلال من الغير المهنيين شريطة أن تعطى هذه المأدونية التي ستسحب من المهنيين كما اتفقنا سابقا مع السيد العامل إلى السائقين
الذين يمارسون المهنة ومزاولة المهنة في هذه السيارات، ولكن الآن نرى في مدينة تازة خروقات لبعض السيارات أزيحت من غير المهنيين وأعطيت لأناس غرباء عن القطاع، ومما أدى إلى تشريد السائقين المزاولين المهنة بها، وهذا مناف للاتفاق السابق بيننا وبين السيد العامل الإقليمي. كذلك قلنا على أن هناك بعض الاجتهادات المحلية الغير قانونية ونحن راضين عنها، مما في ذلك التصريح بالشرف لاستغلال مأدونية واحدة، فهذه الورقة لا توجد في أي مكان وأي مدينة في المغرب إلا في مدينة تازة، فنحن قلنا في الاجتماع مرحبا بها على أساس أن كل واحد وكل مستغل وكل سائق أن يتوفر على سيارة واحدة واستغلال واحد، ولكن اليوم نرى تناقضا وعدم الاستجابة إلى الاتفاق السابق بيننا وبين السيد العامل، الشيء الذي أدى به ما أدى بنا الآن في هذه القضية، وهذه القضية أود أن يكون تدخلا خارجيا، تدخلا من السيد وزير الداخلية لأجل التحقيق في هذه القضية، لأن هناك أياد خفية سلبت هذه الرخصة من صاحبها المهني، الذي لا يعقل أن تسحب منه لأن هي لقمة لأن لقمة عيشه الوحيدة هي هذه الرخصة لسد حاجياته وحاجية أبنائه. فالآن هذا السائق أصبح عاطلا على العمل، متشردا لا عمل له، فكيف لنا أن نحارب البطالة والعمالة تساهم في البطالة؟ فأينك يا دوريات؟ فأينك يا دوريات؟ وأينك يا داخلية؟ ولهذا فإني أوجه الخطاب ثانيا وثالثا للسيد وزير الداخلية أن يتدخل في مثل هذه القضايا من أجل أن يأخذ السائق المهني حقه واسترجاع كرامته، وهذا هو مطلبنا الوحيد. وكذلك أشير إلى الإخوة المشاهدين المهنيين على أن يستعدوا للوقفة الاحتجاجية والمسيرة الاحتجاجية التي ستكون يوم الأربعاء المقبل 10/8/2016 من مقر الاتحاد المغربي للشغل إلى وزارة الداخلية، ونحن بدورنا في مدينة تازة سنساهم ونذهب بمهنينا ومستغلي سيارات الأجرة وسائقينا إلى مدينة الرباط حاملين شعارات لهذه الفوضى العارمة التي تمس مهني مدينة تازة، والسلام عليكم ورحمة الله.